السلام عليكم. دلوقتي مع المحاضرة الثانية والبروتوتايبس، هنتكلم عن ديفينيشن الخاص بالبروتوتايبس وأنواعها وتطبيقات مختلفة، ثم بعض الأمثلة. إيه هو البروتوتايب؟ خلينا الأول كده نراجع على الانجينيرينج ديزاين بروسيس، أو هي عملية التصميم الهندسي. لما أنت بتبقى عاوز تصمم منتج في شركة، إيه اللي أنت بتعمله؟ المنتج ده في الغالب بيكون بيحل مشكلة، وليكن زي ما كنا بناخد كده في المعامل، انت عاوز تعمل مثلا حاجه بتتحكم في درجه الحراره الخاصه بالغرفه، مثلا زي جهاز التكييف او المروحه. المروحه بتعمل ايه؟ انت بتشغلها لما درجه الحراره بتبقى عاليه، فمفروض انها بترطب الجو شويه وبتقلل سرعتها لو درجه الحراره ايه منخفضه. انت عاوز تعمل التحكم ده بطريقه آليه، فكنا بنستخدم الاردوينو مع تمبريتشر سنسور عشان يعمل الكلام ده. وعلى هذا المثال انت بتطبقه على اي عمليه تصميم هندسي. انت بيكون في عندك مشكله، فانت لازم تحدد ايه هي المشكله، مثلا التكييف او تبريد الجو او تبريد الغرفه. Identify the constraints on your solution, the time والموني والماتيريالز and criteria for success. بمعنى ايه؟ ان انت دلوقتي ماشي، انت عندك مشكله، المشكله دي انت ممكن تشتري جهاز تكييف مثلا. طب في هناك في عده انواع لاجهزه التكييف، ممكن تجيب مروحه، ممكن تعمل الحل، يعني ممكن تشتري حاجه جاهزه بتحل المشكله. ممكن في حاجات غاليه، في حاجات اقل في التكلفه، في حاجه ارخص، في حاجه انت ممكن تصممها بالكامل، ممكن تصمم بعض اجزائها. في النهايه كل ده هيختلف في السعر، هيختلف في زمن التشغيل، في الجودة، في المادة الخام. فعندنا هنا ايه بعض من الكونسترينز، اللي هي القيود اللي احنا بتبقى محيطة بحل المشكلة. يعني ممكن العميل ده ما معهوش فلوس يدفع اكتر، ممكن يكون عاوز الحاجة تشتغل بسرعة، او مش فارق معاه المدة الزمنية وهيدفع اقل، وهكذا. بعدين بنعمل برين ستورمنج لمالتيبل سولوشنز فور ذا بروبلم. بنقترح طبعا مجموعه مهندسين بيعملوا برين ستورمنج، بيفكروا مع بعض وبيقترحوا حلول مختلفه للمشكله. بعدها بنختار افضل الموست بروميزنج سولوشن، افضل حل واعد. وبعد كده، ودي عنوان المحاضره بتاعتنا، بنعمل بروتوتايب يور سولوشن. ما بتخشش على طول في انك تنفذ الحل اللي انت اقترحته، لا، بنعمل الاول ايه؟ بنعمل بروتوتايب. ايه المقصود بالبروتوتايب؟ المقصود بالبروتوتايب هو نموذج اولي كده مبدئي، مش غرضه ان هو ينزل في الصناعه، ولكن مجرد ان احنا بنجرب فيه. وبعد كده بتكومينيكيت يور سولوشن، بتتواصل مع العميل وتوري له البروتوتايب، فبيشوف البروتوتايب ده كويس، هينفع ان هو يبقى منتج نهائي ولا لا. لو في مشاكل بتعمل اتريت تو امبروف يور بروتوتايب، بتقعد تعمل كذا اتريشن، يعني كذا محاوله اخرى، وتحسن في البروتوتايب. وبعدين بتست اند ايفالويت يور بروتوتايب، بتعمل له اختبار عشان تطمن، وايفالويشن اللي هو تقييم، بحيث انك تطمن ان البروتوتايب ده يعني بيعمل بكفاءه وينفع ان هو ينزل ايه؟ ينفع بعد كده ان انا اعمل له امبلمنتيشن. فالحقيقه البروتوتايب ده حاجه مهمه جدا، لان مش منطقي ان انا اعمل المنتج بتاعي بالكامل وبعدين اكتشف فيه عيوب، او الكلاينت بتاعي يقول لي لا والله ده مش بيحقق الفانكشناليتي اللي انا عاوزها، واقوم اعمل المنتج تاني. طبعا تكلفه المنتج الحقيقي بتبقى غاليه جدا. انما لو عملت بروتوتايب، وده هدف الكورس بتاعنا، لو جبت حاجه زي الاردوينو، حاجه رخيصه جدا سهله، اقدر اختبر بيها الفكره واعمل نموذج كده اولي واعرضه على عميل فيقول لي اه تمام. وبعدين اشوف بقى، عشان اخليه منتج صناعي محتاج اغير الاردوينو ده واشتري حاجه كوميرشال تبقى عامله ازاي. فالبروتوتايب اذا اوريجينال موديل فورم اور ان انستنس ذات سيرفس از ا بيزس فور اذر بروسيسز. يبقى هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن نموذج، موديل بمعنى نموذج. بالنسبة لي هو مجرد انستنس كده، يعني كأنه عينة اللي هي ايه بتسيرف ذا بيزس فور اذر بروسيسز، بستخدمه عشان اعرضه للعميل واتوريت وتست وايفالويت وهكذا. Why do we need a prototype؟ اتفقنا البروتوتايب هو عبارة عن example زي ما قلنا، عينة، مثال. هو عبارة عن basis for future models. انت ممكن تمسك الموديل او النموذج اللي انت عملته دون، وبعدين تقعد تحسن فيه. لا، العميل يقول لا والله انت الاداء بتاعك سريع، فتبدا مثلا ايه تحط ديلي اكبر، زي ما اتفقنا قبل كده واحنا بنكتب كود الاردوينو، ممكن نحط ديليز مثلا.
لا والله، مثلا ممكن يتكلم عن حاجات ليها علاقه بالفانكشناليتي. لا والله هو مش شغال كويس، فتبدا مثلا تزود سرعه المروحه في حاله لو درجه الحراره عاليه وهكذا. فهو عباره عن بيزس فور فيوتشر مودلز. لا ده لسه هيتعمل كمان نماذج اخرى بناء على التعليقات اللي هتجيلك. البروتوتايبنج gives the designers an opportunity to research new alternatives and test the existing design to confirm a product's functionality prior to production. يعني انت بتختبر الوظيفه قبل الانتاج وبيقترح، وطبعا وانت بتعمل بروتوتايب سهل ان انت توجد حلول اخرى وافكار اخرى، حلول بديله اللي هو الالترناتيفز. ليه؟ لانه الموضوع بسيط رخيص. طبعا مش هينفع ان انت تسلم العميل، يعني المنتج اللي انت هتبيعه مش هينفع هتجيب له بريد بورد كده عليها شويه اسلاك وبتنشمتر، يعني المنظر دون ما هوش منظر ينفع تسلمه للعميل. لكن ده منظر سهل جدا ان انا اختبر بيه افكار مختلفه. ممكن اقوم اجيب للدايه مثلا احطها هنا واوصل سلكه، اجيب مثلا حساس اقوم موصله. انما طبعا المنتج النهائي اللي انت هتبيعه للعميل المفروض يبقى كارت كده بي سي بي مطبوع معمول على كذا لاير، ممكن تكلفته تبقى اعلى. ولكن لو انا كلفت نفسي التكلفه العاليه دي ووقت التصنيع نفسه، موضوع ان انت تصنع المنتج بشكل كويس من ناحيه كدائره كهربيه كشكل ميكانيكي حتى، يعني انت لما تيجي تسلم العميل جهاز تكييف مش هتسلمه له مثلا محطوط على كرتونه ولا محطوط على بلاستيكيه، لا اكيد هيبقى ليه ميكانيكال كيزنج بشكل معين ليه مواصفات خاصه. كل الكلام ده مكلف جدا. انا المنطقي ان انا لا، وانا في عمليات التطوير في الديفلوبمنت لازم اجيب حاجه كده بسيطه سهل ان انا اجرب عليها الاول. كرييتنج ا بروتوتايب، الاكشوال بروسيس اوف كرييتنج بروتوتايب فيها الخطوات التاليه. عشان تكريت، عشان تصنع البروتوتايب، محتاجين الاربع خطوات التاليه بشكل رئيسي. اول حاجه تحدد ايه هي المتطلبات، ايدنتيفاي البيزك ريكويرمنتس، لازم تحددها اللي هي ايه الانبوتس والاوتبوتس. انا عندي هنا لو بناخد المثال بتاع اللي هو جهاز التبريد، او هو طبعا هو مش اير كونديشننج قوي يعني، ولكن خلينا نقول ان هو كانها مروحه اوتوماتيكيه دي اللي احنا عملناه قبل كده. فايه هي الانبوت؟ الحساس بتاع درجه الحراره. وايه هو الاوتبوت؟ ان احنا بنتحكم في الماتور اللي هو الدي سي موتور مثلا. يبقى انا الخارج اللي هيطلع الدي سي موتور سواء بيحدد اتجاهه او بيحدد سرعته. وبعدين بعمل الانيشال بروتوتايب كرييشن، بعمل موديل كده مبدئي اللي هو بجيب دايره الاردوينو وانزل عليها الكود وبجرب الدنيا. بعدين ببدا اعمل ريفيو اطمن هل فعلا الفانكشن اللي انا منتظرها دي شغاله. ومش انا اللي بطمن انا كمهندس بس، لا انا بجيب كمان العميل بتاعي الكلاينتس والاند يوزرز بيطمنوا. بعمل زي نسخه بيتا كده واوريها للعميل ويقول لي اه والله الدنيا تمام، البروتوتايب ده كويس او في بعض المشاكل، فبيديني variable feedback or additions or deletions. يقول لا والله الخاصيه او الفيتشر دي والله زياده مش محتاجينها، لو هتكلفنا شيلها. او ان هو يقول لي لا احنا محتاجين نحسنها بشكل افضل، او ان هو يديني الاوكي فكده تمام. also necessary change، طبعا متوقع ان يبقى في feedbacks، فانت بتبدا تعمل revision، تبدا تعمل مراجعه to revise and improve البروتوتايب. استخدام الفيدباك ده من الكلاينت بتعمل السبيسيفيكيشنز، البروتوتايب كان بيتشنج، يعني حتى الريكويرمنت الاساسي ممكن تلاقي نفسك ان انت عمال بتغير في بعض المواصفات حسب ايه، حسب رغبات العميل بعد ما شاف البروتوتايب. هنا في رسمه جميله جدا بتوريك قد ايه البروتوتايب ده مهم. لو انت بتعمل حاجه في البيت، يعني في المعتاد لو انت مثلا عندك مشكله ما عاوز تحلها انت بتبقى مستعجل، بنقول هنا do it yourself اللي هو دي اي واي دي ات هوم او دي اي واي ان كلاس. لو انت مستعجل مثلا نفسك تعمل، عندك مشكله في البيت مثلا لمبه محتاج تصلحها او محتاج تحط لها دايره او بتاع، فانت هنا لو انت اللي هتصمم الحل كمهندس يعني هتبدا تفكر في الحل، ففي الغالب هتعوز تعمل الحاجه على طول، فهتبدا تشتري بقى المكونات المختلفه وتبدا تعمل دايره معينه بتحل المشكله دي وتعملها بايدك يعني ايه بالكامل. لكن مش هيبقى في بروتوتايب، انت مش هتعمل المنتج يعني هتبيعه في السوق، انت عاوز تستغل ان انت راجل مهندس وفاهم في الهندسه فبتحل بعض المشاكل الموجوده، فهتعمل الموضوع ده بايدك لكن هتعمل المنتج بالكامل. هنا التايم بتاعنا هيبقى كبير جدا والمكسب في النهايه، انت مش بتعمل حاجه عشان تكسب يعني. ان كلاس لا، ممكن يبقى في مثلا بتعمل محاكاه الاول على برنامج محاكاه فتعمل حاجه افضل شويه لو انت في الكليه او في المكان اللي بتاخد فيه تدريب او كده، ففي الغالب بتبقى عاوز تعمل حاجه ايه
تعمل حاجة كويسة نوعا ما، فممكن تعمل محاكاة مثلا ببرامج المحاكاة المختلفة، وبعدين بتصنع المنتج النهائي، فالحاجة بتبقى أفضل شوية، القيمة بتاعتها أعلى، وتصميم الوقت بيبقى أقل، لأنك طبعا لما تلجأ لبرنامج محاكاة أو حاجة زي كده بتوفر عليك في التصميم النهائي الأخطاء المتوقعة يعني. لما بقى بنتكلم عن مانيفاكتشرنج أو انفنشن بروموشن كومباني، أو أنت شغال في شركة، لأ، فهنا البروتوتايب ده بيبقى مهم جدا. انت شغال على برنامج كمبيوتر بتعمل محاكاه الاول، فتطمن ان الدائره دي ما فيهاش اي اخطاء، وبعدين تعمل نموذج مش هيكلفك خالص، اردوينو كل مره ممكن تستخدمه عشان تنزل عليه برامج مختلفه. فهنا التطوير بيبقى، زمن التطوير بيبقى سريع، لان انت بتتلافى كل الاخطاء المتوقعه عن طريق البروتوتايب، والمكسب بيبقى كبير جدا، اللي باللون الاحمر ده بيعبر عن المكسب، فهنا المكسب كبير قوي حاله المانيفاكتشرر التصنيع، او لو بنتكلم عن شركه بتعمل انفنشن اختراع او وات ايفر. اللي باللون الاسود ده هو زمن التطوير، زمن التطوير بيبقى كبير جدا لو انت قررت تعمل المنتج مباشره، لو انت عاوز تعمل حاجه كده في البيت بتحل مشكله وخلاص، مش هتقعد بقى تجيب برنامج محاكاه وبروتوتايب وبتاع وتتلاشى الاخطاء، لا، هتقرر انك تعمل حاجه على طول، لان مش عاوز تعمل ماس برودكشن يعني، انت مش عاوز تكسب من وراها، لكن هتكتشف ان انت بتضيع وقت كبير جدا، لان طبعا في مشاكل كثيره متوقعه. عشان توفر على نفسك وتلجأ للبروتوتايب، فهنا احنا بنتكلم عن ايه؟ استخدم الفاميليار تولز، الادوات المعروفه للبروتوتايبنج، لو بنتكلم على الهاردوير حاجه زي الاردوينو، لو بنتكلم على سوفت وير حاجه زي برامج المحاكاه زي مثلا البروتس او مالتي سيم. ما بتركزش على الديتيلز على قد ما انت يعني، انت بتركزش على الديتيلز بتاعت التصنيع يعني، انا مش هاممني الحاجه، مش ما ببصش على البرودكت النهائي من الاول، لا، انا ببص على النموذج الاولي، وهو ده التركيز اللي يبقى عليه في الاول، وطبعا بشتغل بخطوات متتابعه مرتبه. عندنا انواع مختلفه للنماذج الاوليه، في فيجوال، في حاجات كده يعني بتتشاف بالعين زي ما قلنا من شويه، ممكن برنامج محاكاه زي مثلا 3 دي ماكس او البرامج اللي هي الخاصه بالرسومات عموما يعني، برامج الرسوميه او بنسميها الكاد اللي هو كي كمبيوتر ايدد ديزاين، اللي هو التصميم بمساعده الحاسب. فانت ممكن عاوز تعمل منتج وتبر مصنع احذيه مثلا او خلافه، فبيبدا يعمل التصميم وبيعرضه بشكل فيجوال على العميل بتاعه، فهنا هو مفيش حاجه ملموسه في ايده، ولكن في حاجه بيشوفها، فبيتاكد من ابعاد الشكل وخلافه مقبول ام لا. وممكن كمان تعمل 3 دي برينتد، يعني ممكن تعمل فهنا بنتكلم هنا البروتوتايب ديزاين بيوريني كده زي ما اتفقنا الشيب، الشكل العام، الحجم، اللون، لكن ما فيهوش اي حاجه شغاله. الماتيريالز wouldn't be the materials that would be used لو البرودكت هينزل ماس برودكشن، يعني الماتيريال اللي هنا انت ممكن تحط مثلا ماده، طبعا هو هنا لو بنتكلم طبعا هنا ما فيش مواد، لو بنتكلم بس على تصميم بمساعده الحاسب، ولكن لو انت هتطبعه 3 دي برينتد فممكن تعمل ماتيريال رخيصه شويه غير الماتيريال الحقيقيه اللي هتنزل في التصنيع، هنا مثلا دي لعبه وتظهر على شكل حصان، فانت طبعتها ب 3 دي برينتر مثلا، ولكن مش لازم يبقى هو دي الماده الحقيقيه بتاعت المنتج، ولكن بس عشان تختبر الحجم والشكل واللون والحاجات دي كلها. وهنا التايب بتاع البرودكت زي ما قلنا، اما يتساب كماده خام رو برينتد او رو ماتيريال او بينتد، او ممكن ان احنا ندهنه مثلا بدهانات او بالوان مختلفه عشان يديني فكره كده عن الشكل النهائي للمنتج هيبقى عامل ازاي. فهنا ده النوع الاول، ده الفيجوال، وده في الاغلب يعني مع الايه، مع الناس اللي شغاله في الفيشن، اللي شغاله في منتج زي مثلا ملابس، احذيه، العاب، الحاجات دي. بالنسبه في اكتر بقى في الشغل اللي هو الكهرباء، بيبقى في عندنا بروف اوف كونسبت بروتوتايب. احنا ممكن عندك فكره زي موضوع المروحه ودرجه الحراره واختبار درجه الحراره، ممكن يبقى في عندي التراسونيك بشوف لو حاجه بدات تقرب، هنا اللي موجود هنا كده على ناحيه اليمين ده التراسونيك سنسور، في عندنا التراسونيك ده اللي هو يعني لما تقرب منه بيبدا يحس ب عن طريق اشعه الالتراسونيك، بيبدا يحس اللي هي موجات فوق الصوتيه، بيبدا يحس اذا كان في حاجه قريبه ويحدد المسافه بتاعتها ولا لا، وده طبعا ممكن يبقى مفيد مثلا في حاجه زي تتحط مثلا قدام باب او كده لما المستخدم يبدا يقرب فيدي انذار، يعني لبعض التطبيقات الظريفه. المنظر اللي احنا شايفينه ده لو انا بعمل المنتج بتاعي ايا كان بقى،
ده منظر ما ينفعش ان هو يعني ابيعه للمستهلك، يعني هيضحك عليا، ايه الكرتون اللي انت حاطه وايه الحاجه دي كلها. ولكن هنا انت عاوز تعمل بروف اوف كونسبت، انت عاوز تشوف الفكره اللي موجوده عندك دي هعرف اثبتها وهتشتغل صح ولا لا. انا كل هدفي هنا هو البروف اوف كونسبت، هو الايه المبدا الفانكشناليتي نفسها، هل الكود اللي انا كتبته بتاع الاردوينو ده لما اجي اجربه هيشتغل صح ولا لا. فانا مش هجيب بقى المروحه بجد بشكلها النهائي، ومش هجيب الموتور فعلا وهو راكب في المروحه وحساس ابقى يعني مش ظاهر للمستخدم، لا انا هجيب ممكن احط الحاجات دي على كرتونه او على بلاستيكيه، او اجيبها مثلا اثبتها باي حاجه كده بمسامير، او مش فارق معايا قوي شكلها على قد ما فارق معايا اثبت ان فعلا الوظيفه او المبدا اللي انا بفكر فيه ده صح. فهنا بيوريني بس الكي فانكشناليتي اللي هي الوظيفه بشكل رئيسي، اند ريزولفز ذا مين تكنيكال اسبيكتس اوف ديزاين، يعني هو غرضه الاساسي الحاجات التقنيه الخاصه بالكود ووظيفته وشغال ولا لا. طبعا ده مش intended to look like the final product، يعني ما هواش خالص قصدي ان انا اخليه شبه المنتج النهائي لاي حال من الاحوال. and will make use of existing off the shelf component، زي ما بقول هنا off the shelf يعني الحاجات اللي هي متاحه في السوق، يعني مش لازم اعمل حاجه بقى خاصه بشركتي. طبعا الاوف ذا شيلف كومبوننت ممكن تجيب اردوينو، ممكن تجيب حاجه ما ينفعش انها تخش في الصناعه غير باذن، لكن ده هنا هو بروتوتايب مش حاجه انا هبيعها. يعني ابروف اوف كونسبت بروتوتايب از انلايكلي تو بي ميد فروم برودكشن جريد ماتيريالز، طبعا مش هتعمله بمواد وماتيريال يعني اللي هي بتاعه التصنيع، كل هدفك انك تثبت الوظيفه. وفي عندنا نوع من البروتوتايبس بيبقى فانكشنال بروتوتايب، لا بروتوتايب هنا في الفانكشناليتي وريبريزنتيشن بقى عن الماس بروديوس برودكت، هنا بحاول قدر الامكان في البروتوتايب هنا كان نقدر نقول عليه اكتر عينه من المنتج بقى. هنا لا انت ممكن تكمل ناحيه ان انت ايه؟ ان انت بتصنع منتج حقيقي، الماتيريالز هنا كلوز تو برودكشن جريد ويل بي يوزد شبهه، بس ممكن ما فيهوش اعلى بقى احتياطات من الامان واعلى جوده في الماده، لكن قريب من المنتج النهائي، لان انا فعلا انا عاوز اشوف الحاجه اللي هي فعلا قريبه من المنتج اللي بعد كده هعملها ماس برودكشن. ماس برودكشن دي انا ممكن اعمل منها 100,000 او مليون قطعه، فطبعا مش هعمل المليون مره واحده، هعمل عينه كده صغيره. وطبعا العينه في الحاله دي في الفانكشننج لازم تبقى قريبه بقى كلوز قدر الامكان للحاجه النهائيه اللي انت بتعمل اللي انت عاوز تصنعها. ولو بنتكلم في الشق الميكانيكي فعندنا الميكانيكال بروتوتايبنج برضه، حتى ايفن لو انت عندك منتج في سيركت ديزاين او الكترونكس او كده، ما هو في النهايه المروحه دي لازم يتعمل لها ميكانيكال كيزنج وفيها اجزاء ميكانيكيه، فهنا في ميكانيكال بروتوتايب. الميكانيكال بروتوتايب في الاول لو انت عندك فكره ما وعاوز تعمل لها نموذج اولي ميكانيكي، بتبدا تستخدم بقى بعض المواد المختلفه زي البيبر والفوم بورد والكارد بورد، ممكن تجيب بعض الكراتين او الورق، ممكن تجيب خشب، ممكن تجيب هاردوير، ممكن تجيب كونستراكشن كيتس. كونستراكشن كيتس دي طبعا لو انت المنتج النهائي بتاعك فيه بعض الاستراكشر او اجزاء بتتحرك زي روبوت، الاستراكشر مقصود بالهيكل يعني الخاص بالروبوت، فممكن تجيب حاجات ليها علاقه بالكونستراكشن كانك بتبني مبنى، مش مبنى ممكن يبقى عباره عن نموذج مصغر للحاجه الميكانيكيه اللي انت عاوز تصنعها، البلاستيك، الارت سبلايرز زي الرمله زي البينت موديلنج كلايز الصلصال والحاجات دي كلها، كاستنج اند موديلنج كيتس عشان تكريت مالتيبل كوبيز اوف عشان تقدر تكابير بسهوله. يعني ايه هنا بنتكلم عن الانواع المختلفه للمواد اللي انت ممكن تستخدمها في نموذج اولي ميكانيكي. عندنا الكمبيوتر مودلز زي ما احنا كنا بنتكلم شويه، ال 3 دي برينتنج الحقيقه انت بتبدا الاول عشان تقدر تطبع حاجه ثلاثيه الابعاد، لو انت عاوز تطبع مثلا لعبه او ميداليه او حتى ايفن ممكن كومبريسور مثلا، او زي ما احنا شايفين هنا ده كونستراكشن كيت، هنا ده بريدج مثلا او نفق او كوبري، فانت عاوز تختبر الاول بعض الاحمال عليه بسيطه مثلا وتختبر الفكره بتاعتك في نموذج اولي، فالحاجات دي كلها انت محتاج تطبعها، بتبدا الاول ترسمها على الكمبيوتر ببرنامج زي ما قلنا زي 3 دي ماكس مثلا، بتعمل 3 دي موديل عشان تفيجواليز البرودكت اللي هو بترسمه على البرنامج الاول، وبعدين بعد كده بتصنعه باستخدام ايه زي ما احنا لسه قايلين من شويه 3 دي برينتر. وطبعا ما تروحش على طول تشتري 3 دي برينتر الا لو انت معاك بادجت محترمه، لان طبعا
هي مكلفة أكتر، لكن في نفس الوقت أنت هتقدر تكسبرمنت مع حاجات حقيقية. بعض الأمثلة على البروتوتايب ماتيريالز في الإلكتريكال أند الإلكترونيك بروتوتايب، في عندنا ليجو كيت، في عندنا الأنالوج سيركتس. دي أمثلة على بعض الكيتات اللي أنت تقدر تشتريها، وهتلاقي فيها بعض الكومبوننتس، هتلاقي فيها مثلا ليجو كيت هنا، هتلاقي فيها تاتش سنسورز، فيها مواتير، فيها تراكس، فيها بولز، سنتراليزد برين تو كنترول ذم. سنتراليزد برين ده المقصود بيه اللي هو العقل المفكر، اللي هو بيبقى مايكرو كنترولر، حاجه شبه الاردوينو، تقدر تكتب عليها الكود وتتحكم بقى في التاتش سنسورز. لما اليوزر يدخل حاجه معينه، هتتحكم بقى في الموتور او في السير، تحركه ازاي او تشغله ازاي. الانالوج سيركتس هنا برضو بيبقى في عندك كيت كده فيها مجموعه من الليدات، زي ما اتفقنا بكده الليدات دي اللي هي اللايت ايميتنج دايودز، حاجات بتنور كده صغيره، حاجات زي البوش بوتونز، حاجات زي السويتشز، الكاباستورز، وبعض السنسورز بتساعدك تعمل ايه. ومعانا بريد بورد زي اللي احنا شايفينها دي، نقدر نحط عليها المكونات بتاعتنا ونقدر نختبر الفكره الرئيسيه. في عندنا الاردوينو، ده بشكل اساسي اللي احنا بقى لنا كام كذا معمل بنشتغل بيه، بتحط هنا الاردوينو بتاعك، الاردوينو بتوصله، ده هنا هو ده عقل مفكر، وارخص بكتير قوي من other alternatives متاحه في السوق، واسهل بكتير ان انت تتعامل معاه. فهنا عباره تقدر تقول ان هو تايني كمبيوتر، لكن طبعا ما فيهوش امكانيات الكمبيوتر الضخمه، يعني مش هتوصل عليه كيبورد مثلا يو اس بي وشاشه مثلا اتش دي، لا هو انت يعني ايه، هو بيعمل بعض العمليات الحسابيه الاساسيه، وبيوصل بيه بعض السنسورز، ممكن يوصل بيه ال سي دي صغيره زي دي، لكن مش اتش دي مثلا، ممكن يوصل عليه مثلا كيباد صغيره، ممكن يوصل عليه بوش بوتونز، سنسورز، حاجات كده ايه بسيطه. في عندنا بقى الراسبري باي، الراسبري باي اغلى من الاردوينو، وده بقى بيتقال عليه سنجل بورد كمبيوتر، ده في الحقيقه هو بقى هو كمبيوتر بجد يعني. فهي ايه، از امور باورفول، اقوى بكتير من الاردوينو، وحجمه صغير، هي دي الميزه، عشان كده بيقولوا عليه سنجل بورد، كريدت كارد سايزد كمبيوتر، وده الغرض منه ان هو يعلمك البروجرامينج والالكترونكس بروجكت، وكان دو اني ثينج، نورمال ديسك توب بي سي كان دو. الحقيقه الراسبري باي ده حقيقه تقدر تقول عليه كمبيوتر فعلا، لان هو يعني ليه مخارج يو اس بي، ليه مخارج اتش دي، ليه مخارج ايثرنت، يعني تخيل حاجه بحجم الكف كده انت تقدر انت توصل عليها، تقدر توصل عليها كيبورد، تقدر توصل عليها شاشة، تقدر توصل عليه وات ايفر، نازل عليه اوبريتنج سيستم، ما انت موصل عليه كيبورد بقى وشاشة، وفي اس دي كارد. يعني على سبيل المثال هنا اهو ده شكل الراسبري باي، فاحنا واخدين بالنا هنا اهو في مخارج يو اس بي، في عندنا مخرج هنا اتش دي توصل بيه الشاشة، في مخارج عندنا هنا كده ده الباور، ممكن توصل اس دي كارد، المدخل بتاعها موجود تحت، ممكن توصل عليها هنا ايثرنت، يوصل بيه كابل الايثرنت اللي هو كابل النت يعني، وبالتالي ده مور باورفول اكتر بكتير من الاردوين. بس كده احنا كده خلصنا، وبالتوفيق ان شاء الله.